رحب بالمجموعة المنضمة إلى صفوف حزبه، وقال إن تحقيق العدالة الاجتماعية مرهون بتوفير التعليم والصحة وتشغيل كركائز أساسية لكل تنمية. العدالة الاجتماعية كهدف نبيل الوصول له لابد من أول شيء هو توفير التعليم لأبناء الفقراء والمحرومين والمهمشين. هذا شيء الصحة. الصحة لابد من الصحة للجميع. النقطة الثالثة هي التشغيل. ليت تحل مشكلة التشغيل، مشكلة التعليم، مشكلة الصحة، إلى تحل مشكلة المساواة، مشكلة الفقر، مشكلة العدالة الاجتماعية. اللي تكلم عن موضوع الحوار اللي شاركنا فيه مؤخرا، وفي هذا الحوار عندنا شيء قالوا الاستغناء عن المؤسسات تكلف ياسر كاهل دافع الضرائب وتمشي المؤسسات. كان بالنسبة لنا ذولي يدور نتائج الحوار لا يطالوا الشعب يصوت لهم، وذولي بالنسبة لهم الحوار غير مجدي، وهذا رأيهم محترمونهم، لا يطالبوا الشعب يصوت ضده. تخلق منازلة سياسية يخلق فيها وعي سياسي، يخلق فيها تبادل الآراء، يخلق فيها نقاش، ويدعم الديمقراطية، ويدعم آراء الأطراف كلها. ولكن يا للأسف الطرف الثاني قرر المقاطعة، وبالتالي تحولت المنازلة السياسية اللي كانت هدف عندنا إلى مطلق شيء. نسبة التصويت كان 20% ولا 40%، وبالتالي عاد لا يقال. ما قلت لك أموال الشعب مرتين ودافع الضرائب وتسجل، كان نسبة التصويت عندنا 40% ولا 50%، وصل لا يقال. وبالتالي عاد من الأحسن ومن الأرخص للمواطنين أن يمر حزب عبر المؤتمر البرلماني.